هل زراعة الشعر في بلادنا العربية أفضل أم زراعة الشعر في أوروبا وتركيا والدول الأجنبية أفضل؟ ومتى تكون زراعة الشعر هي الحل ونسيبنا من موضوع العلاج ده نركنه على جنب شوية، وإمتى أزرع وإمتى أعالج؟ إجابة السؤال ده جاوبنا عليها نجم السعودية أو نجم المنتخب السعودي سامي الجابر، اللي فيكو عارف كابتن سامي الجابر من اللعيبة المخضرمة جدا في السعودية ومن أكتر الأيقونات في الكرة السعودية يعني شهرة، راجل ما شاء الله كان الهداف التاريخي تقريبا للسعودية أو حاجة زي كده. والراجل ده وهو بيلعب كرة قدم أساسا وهو لاعب في سن اللعب يعني كان عنده أو بيعاني من صلع وراثي زي ما أنت شايف قدامك كده، ده صلع تقريبا من المرحلة الآخر الخامسة أول السادسة تقريبا يعني، فالراجل آجلا أم عاجلا رايح للصلع الكامل، وهو في النهاية برضو يعني راجل بابليك فيجر فكان يهمه شكله جدا. فتعال نشوف سامي الجابر عمل ايه بالظبط في علاج الصلع الوراثي، وزرع شعر فين بالظبط، وازاي وصل للنتيجة اللي انت شايفها قدامك دي يا صديقي، نتيجة ممتازة جدا. وناخد الراجل ده كمثال قدامنا نقدر نجاوب بيه على السؤالين اللي احنا قلناهم من شوية، هل زراعة الشعر في بلادنا العربية أفضل ولا في البلاد الأوروبية وفي تركيا أفضل، وإجابة السؤال الثاني وهي إمتى نزرع وإمتى نعالج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا صديقي تكون بخير وشعرك بألف صحة وألف خير. أستأذنكم يا جماعة الخير نعمل لايك من زرار اللايك اللي تحت هنا دي بمثابة كلمة شكرا اللي أنت بتقولها لي، واشترك معانا في القناة من زرار السبسكرايب الأحمر، خلي اللون يبقى رمادي ده لو حضرتك طبعا عايز، لو أنت مش عايز كفاية إن أنت مشرفني ومنورني بوجودك وحضرتك على راسي من غير أي حاجة طبعا. حالة كابتن سامي الجابر يا جماعة احنا واخدينها النهاردة معانا كمثال جاوب على السؤالين دول، يعني هو الراجل جاوب على السؤالين دول وقرر ان هو يعمل عملية زراعة شعر. طب ايه المشكلة؟ ما كل النجوم والفنانين بيروحوا يعملوا عمليات زراعة شعر. الفكرة ان كابتن سامي الجابر راح عمل عملية الزراعة بتاعته اللي انتاجها جميلة جدا وممتازة جدا وكثافة شعره عالية جدا زي ما انت شايف في المملكة العربية السعودية. ايوه كابتن سامي الجابر عمل عملية زراعة شعره في المملكة العربية السعودية، اي في بلده يعني، ما سافرش بره، رغم ان هو الراجل من اشهر اللعيبه على مستوى السعوديه وعلى مستوى الوطن العربي، ويقدر يروح اي مكان في العالم يعمل في افخم وافخر مراكز زراعات الشعر في العالم، ولكن الراجل قرر ان هو يزرع شعر في بلده ولكن في مكان مأمون ومضمون. ومن هنا يا جماعه نمد الخط على استقامته ونقدر نقول هل احنا لازم نسافر بره تركيا والاماكن المتصيطة اللي ليها سمعة على الانترنت دي، انت بتدفع فلوس كتير جدا على الفاضي في حين ان انت ممكن تعمل عملية زراعة شعر داخل بلدك وداخل موطنك. اللي بيحكم عملية الزراعة الناجحة مش المكان ولا اي حاجة، اللي بيحكم عملية الزراعة الناجحة هو الطبيب اللي بيعمل لك عملية الزراعة. الطبيب اللي بيعمل لك عملية الزراعة ده لازم يكون ليه بورتفوليو او سابقة اعمال كبيرة. الطبيب اللي بيعمل عملية زراعة الشعر بيتقيم على اساس كمية عمليات الزراعة اللي عملها، تمام؟ يعني انت بتقيم الدكتور ده اذا كان كويس ولا لا بعدد العمليات. فكابتن سامي الجابر اختار طبيب في السعودية ومركز زراعة شعر في السعودية ذو خبرة عالية، والمركز ده كان او الدكتور اللي عمله العملية كان درس بره. تقول لي طب انت عرفت منين ان سامي الجابر عمل عملية الزراعة بتاعته في السعودية؟ ها انت كنت قاعد معاه يعني؟ لا يا فندم ما كنتش قاعد معاه، ولكن كابتن سامي الجابر في احد البرامج سئل سؤال صريح، انت عملت عملية الزراعة بتاعتك يا كابتن بره؟ قال لهم لا انا عملتها هنا في المملكة العربية السعودية بس. فالراجل كان قال الموضوع ده، وفي بعض الناس قالت او يعني بعض المقربين منه قالوا هو عمل عند الدكتور الفلاني وكده. السؤال التاني بقى اللي احنا جايبين كابتن سامي الجابر، مش جايبينه هنا يعني، جايبين يعني جبناه يعني ضمنيا عشان يجاوبنا عليه، وهو امتى نعالج الصلع الوراثي وامتى نزرع شعر. حالة كابتن سامي الجابر يا جماعة كان لازم تدخل زراعة شعر فيها. ليه؟ لان كابتن سامي الجابر مبدئيا كان وصل ساعتها وقت ما عمل عملية الزراعة دي كان وصل اعتقد سن الاربعين او منتصف الاربعينات، تمام؟ لو الراجل ده فكر يعالج دلوقتي هيكون الاستجابة بتاعته بطيئة شوية، زائد ان الناس النجوم والفنانين دول
ما بيحبوش يزهقوا نفسهم، فبيحبوا ان هم يروحوا دايما للطريق الاسهل والاسرع. اللي خدم بقى كابتن سامي الجابر في عملية الزراعة بتاعته هنا ان هو كان عنده المنطقة المنحة في الاجناب والشعر من ورا كثيفة جدا، فدي وكمان هو الماتيريال او خامة شعره نفسها حلوة، فهنا قدر ان هو يزرع بشكل كويس. طيب في بقى مشكلة يا جماعة انا عايز اكلمكم فيها بتواجه ناس كتير من الناس اللي بتعمل عمليات او عايزة تعمل عملية زراعة الشعر، والمشكلة دي اذا يعني يا رب ما اوصل ليها انا كعمر يعني ممكن تواجهني لو جيت اعمل عملية زراعة شعر. في ناس يا جماعة انا منهم عندهم المشكلة دي، ان خامة شعر المنطقة اللي فوق تمام تختلف عن خامة شعر الاجناب والشعر اللي ورا تمام. انا عندي ورا الخامة مختلفة، يعني مش خامة خشنة ولا بتاع، لا شكل الشعرية مختلف. لو حطينا الشعرية دي من هنا لهنا هيبقى شكلها غريب، هيبقى شكلها مش الطبيعي، هيبقى شكلها باين ان هي شعر بتاعتك مش بتاعت حد تاني، ولكن شكلها مش هيبقى زي الشعر اللي فوق. في ناس عندهم الموضوع ده اللي هو اختلاف نوعية الشعر من مكان للتاني. وانا دايما في ناس وفي تجربة هبقى استعرضها معاكم قريب جدا لاحد الاشخاص المشاهير برضو اللي عمل عملية زراعة في تركيا وعمل خطأ، وهو هو ما حسش بيه دلوقتي بس عمل خطأ في عملية الزراعة دي هكلمكم عنه ان شاء الله. وهو الخطأ ده ان هو استخدم منطقة شعر الصدر علشان يزرع شعر راسه تمام. لو حابين ان احنا نتكلم عن الحالة دي باستفاضة اكتبوا لي تحت في التعليقات، والحالة دي لسه عاملة عملية زراعة شعر من فترة قريبة وهقول لكم عليه وهقول لكم اتابعوه عشان تعرفوا هو وصل ليه. وانصحك يا صديقي العزيز ما تروحش تتشحطط في البلاد الاجنبية واعمل عملية الزراعة في بلدك، وتحديدا لو انت من السعودية او انت من مصر. مصر والسعودية حاليا يا جماعة فيهم مراكز زراعة شعر ممتازة جدا وعلى جودة عالية واطباء فعلا متمرسين في المهنة بشكل كويس جدا، ولكن حذاري برضو لان الموضوع ده او المراكز دي فيها نصب كتير جدا، فانتقي الطبيب اللي يعمل لك عملية الزراعة ويكون ليه سابقة اعمال او بورتفوليو كبير في زراعة الشعر، عمل عدد عمليات كبير في زراعة الشعر. ولو انت في، انا بكلمك برضو في موضوع الزراعة ده، لو انت في المراحل المتقدمة جدا اخر السادسة اول السابعة والمنطقة المنحة عندك كمان تسمح بالزراعة وحالتك عموما محتاجة زراعة، لان في حالات انا بفضل فيها العلاج عن الزراعة، وتحديدا في المراحل اللي هي بيسموها المراحل الفارقة المرحلة الرابعة والخامسة، هنا انت تقدر تعالج، انت لسه ما رحتش للمراحل اللي هي الندم لا ينفع فيها تمام. انت هنا في المراحل اللي ممكن تعالج فيها، فلو انت في المراحل الاولى دماغك ما تروحش للزراعة على طول، لان الزراعة مش هي دايما الحل الافضل، لان بتخضع لعوامل كتير بتبقى خارجة عن ارادة حضرتك. فلو انت في المراحل بقى المتقدمة اللي قلنا عليها دي زي كابتن سامي الجابر كده، فممكن تزرع وازرع في بلدك يا صديقي، ولكن انتقي الطبيب بدل ما تشحطط نفسك عند الغرب اللي ما تعرفش عنهم حاجة. بس كده، دي كانت تجربة كابتن سامي الجابر اللي معانا النهاردة. اتمنى يكون الموضوع افادكم وعجبكم، ولو عجبك الكلام دوس لايك من زرار اللايك اللي تحت، اشترك معانا في القناة من زرار سبسكرايب الاحمر، خلي لونه يبقى رمادي، وفعل علامة الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد اول باول. اتشرفت جدا ان انت شفت الفيديو ده، واشوفك على خير في فيديو جديد من برنامج الاكسبيرمنت. سلام عليكم.